بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي السرور أن تشاركونا في هذه المحاضرة التي يعقدها القسم الإداري في هيئة علماء المسلمين بمناسبة الذكرى 15 لتأسيس هيئة علماء المسلمين. ولعلنا عندما نستذكر تأسيس الهيئة فإننا نستذكر أيام تضميد الجراح ومداواة الآلام والشروع بذهاب الحزن الذي أصاب قلوبنا بسبب احتلال العراق. عندما نستذكر تلك الأيام فإننا نستذكر بوارق الأمل وإحياء الهمم في نفوس العراقيين. نستذكر فضل الله ومنه على العراق حينما أخرج منه ثلة من العلماء أعلنوا للدنيا أجمعها بأن العراق لم يمت، وأن فيه رجالة لن يسكتوا على الظلم، وأنهم سيقفون بوجه المحتل ويقاومونه بكل أشكاله وصوره. وبهذه المناسبة نستضيف فضيلة الأمين العام الدكتور مثنى حارث الضاري ليحدثنا عن محطتين مهمتين تاريخيتين مرت بهما الهيئة خلال مسيرتها الحافلة بالعطاء، وهما مؤتمرا القاهرة ومكة. فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. كما اعتدنا في كل عام في مثل هذا اليوم أن نستذكر الهيئة وتأسيسها والسنوات التي مرت عليها في جهدها المتواصل من أجل العراق والعراقيين جميعا. واليوم 14 من نيسان 2018 يوافق الذكرى 15 لتأسيس الهيئة. في العام الماضي تحدثنا تحت العنوان نفسه محطات تاريخية عن السنوات الأولى للتأسيس وظروف التأسيس 2004 و2005 وقبلها الأشهر العصيبة في عام 2003 التي شهدت انطلاق الهيئة بعد 5 أيام فقط من احتلال بغداد. في هذه السنة نستكمل إن شاء الله معكم جزءا من هذه المسيرة، ولا سيما في العامين 2005 و2006. العام 2005 كان فيه حدث مهم جدا عدا الأحداث المعروفة والمعلومة في ذلك الوقت، والتي كان يطغى على المشهد العراقي يطغى عليه مشهد المقاومة. 2005 و2006 كانت من أزهى أعوام المقاومة في العراق، وهي التي أذاقت الأمريكان الويل في تلك السنوات، حتى اضطروا إلى التفكير بالانسحاب وإعداد العدة له لولا ما حصل في أواخر 2006 و2007، والقصة معروفة للجميع. ولكن في هذين العامين كان هناك حدث سياسي مهم لم يتكرر، وتمثل في مؤتمري القاهرة 2005 و2006 ومؤتمر مكة في 2006. بسبب الضغط الكبير للمقاومة على قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني والقوات المتحالفة معها، بدأت مساعي حثيثة من الإدارة الأمريكية لتهدئة الأمور في العراق ما أمكن. إحدى الأفكار التي طرحت في ذلك الوقت هي محاولة تهدئة الأمور سياسيا من خلال إقناع القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية بالجلوس على طاولة واحدة مع القوى السياسية الحاكمة في ذلك الوقت للوصول إلى حل يمكن أن ينهي المأزق الأمريكي الكبير. هذه كانت الفكرة، وهنا كان النقاش بشأنها، وتبنت الجامعة العربية هذا الموضوع، وبدأت بالاتصال بأطراف عديدة خارج العراق وداخل العراق، ثم أخيراً
بدأت جهودها تتركز على داخل العراق وتحديدا على القوى المناهضة للعملية السياسية. هذا المؤتمر وما صاحبه وما نتج عنه وما جرى فيه يعني نستطيع أن نقول كان مرحلة مهمة من تاريخ العراق المعاصر في أثناء الاحتلال، لم تسلط عليه الأضواء بما يكفي، ولا سيما مؤتمر القاهرة الثاني. مؤتمر القاهرة الأول حظي باهتمام وتغطية مباشرة من كثير من القنوات الفضائية، وتفاصيله الرئيسة ما زالت في الذهن، ولكن هناك تفاصيل أخرى غابت أو غيبت لأنه لم يتوصل المؤتمر إلى تحقيق ما يريد بسبب وعي القوى المناهضة للاحتلال وسعيها الحثيث لتغيير المؤتمر إلى ما تريده هي لا ما يريده المحتل. ولذلك المؤتمر في تقييم من نظمه ومن شارك في تنظيمه من الطرف الآخر كان فاشلا، ومن هنا غيبت حتى توصيات المؤتمر ولم تعلن بالقدر الكافي، وهذا انسحب على المؤتمر الثاني في 2006. لن أطيل أكثر، وإنما سأدخل لذكر بعض الحقائق والوثائق المتعلقة بهذين المؤتمرين أو بهذه المؤتمرات من أجل إعادة الذاكرة أولا وتوثيق هذه الوقائع والتمعن فيها، لأن بعضها يعني ينسحب على وقتنا الحاضر ويعطي بعض العبر ويشير إلى بعض التجارب المكررة التي حاول الاحتلال والمتعاونون معه إعادة تجربته في العراق بعد كل مرحلة زمنية فاصلة. مؤتمر القاهرة ومكة. مؤتمر القاهرة الأول، اقترحت الجامعة العربية في عام 2005 مؤتمر الأطراف العراقية وسمته مؤتمر الوفاق العراقي، ودعت إليه أطراف العملية السياسية وأطرافا من القوى خارج العملية السياسية، وأقول أطرافا لأنها لم تدعو المقاومة في وقتها، ولكن هناك تفصيل في هذا الموضوع سيأتي بعد قليل. وقد طلبت الهيئة والمؤتمر التأسيسي العراقي الوطني في وقتها تحقق عدة أسس المشاركة في المؤتمر بعد أخذ وعطاء مع الجامعة العربية ومراسلات عديدة. في مقدمتها أن لا يعد هذا المؤتمر جزءا من العملية السياسية. إذا أردتم أن نشارك في هكذا مؤتمر، هذا المؤتمر لا علاقة له بالعملية السياسية، هي في سياق والمؤتمر في سياق آخر، وأن لا يسعى لإدخال المناهضين للعملية السياسية فيها، بمعنى أنه لا تمارس ضغوط على من سيشارك في هذا المؤتمر، وأن لا يعقد هذا المؤتمر في العراق لأن العراق محتل ولا يمكن أن يعقد هكذا مؤتمر في العراق، وأيضا هذا يحقق الأساس الأول عدم الخضوع للضغوط. ثم حضور مؤتمر في العراق المحتل بمشاركة أطراف سياسية معناته اعتراف بالاحتلال وعمليته السياسية. وقد عقدت الهيئة في وقتها اجتماعا خاصا للأمانة العامة للنظر في هذا الموضوع ووضع الخطوط العامة لهذه الأسس بالتشاور مع الإخوة في المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني في وقتها. وقد كانت قاعدة النقاش والحوار والانطلاق والعمل دائما هي ميثاق المؤتمر التأسيسي الوطني الصادر في 8/5/2005، فضلا عن الأسس السبعة للقوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية الصادر في بيان أم القرى في 15/2/2005. وكانت هي قاعدة الانطلاق في كل تحرك سياسي في ذلك الوقت بالعودة إلى هذين الموقفين. وقد التزمت الجامعة العربية بهذا المطلب، وزار أمينها العام في وقتها عمرو موسى بغداد لهذا الغرض مع وفد كبير من الجامعة لغرض مفاتحة الأطراف المدعوة للمشاركة. وزار الوفد طبعا الهيئة، وعقد اجتماع كبير في قاعة المؤتمرات في مقر الهيئة في جامعة أم القرى. حضرته عدة قوى وطنية مع الهيئة في مقدمتها المؤتمر التأسيسي الوطني، فضلا عن ضيوف وأعضاء الهيئة والصحافة العراقية والعربية والعالمية. وتم النقاش بشكل واضح ومستفيض
عن المشاركة وأهدافها وطبيعة المؤتمر وما سيجري فيه من لقاءات جانبية والبيان الختامي وماذا سيتضمن وهل هي قرارات أم توصيات، كل هذه طرحت مبدئيا بعد النقاش الطويل، وعقد مؤتمر صحفي في باحة المسجد تكلم فيه في وقتها الضيف عمر موسى والأمين العام للهيئة الراحل الشيخ عبد الضاري رحمه الله والشيخ أحمد حسن الطه عضو الأمانة العامة في الهيئة في وقتها، وتمت المشاركة في المؤتمر، الموافقة على المشاركة، ومن ثم تشكيل وفد للمشاركة في المؤتمر، وضم الوفد الأمين العام الشيخ حارث الضاري رحمه الله والشيخ الدكتور محمد بشار الفيضي عضو الأمانة العامة والناطق الرسمي للهيئة والدكتور خليل إسماعيل الحديثي رحمه الله أستاذ القانون ومستشار الهيئة والدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول الإعلام، فضلا عن وفد المؤتمر التأسيسي برئاسة الشيخ جواد الخالصي وعضوية الدكتور خالد المعيني وآخرين، وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة ومنهم السيد وليد الزبيدي والحاج مجيد عاشور الكبيسي رحمه الله. وحققت المشاركة هدفا مهما غفل عنه كثيرون، وهو إبطال ادعاءات وإشاعات بل أكاذيب أطراف العملية السياسية الذين كانوا يروجون بأن الهيئة والقوى المناهضة للاحتلال لا تمتلك مشروعا سياسيا لإنقاذ العراق، وكذلك تفنيد نظريتهم الموهومة بانعزال هذه القوى وعدم تمثيلها لكل الأطياف العراقية. وهذه النقطة تمثلت في أن وفد القوى المناهضة للاحتلال والشخصيات المستقلة كانت تمثل جميع الأطياف، فيها كل الأطياف، وهذا أفشل محاولة حصر هذه القوى في زاوية مذهبية معينة أو عرقية. وألقى الأمين العام للهيئة في وقتها كلمة ضافية في المؤتمر، أعاد فيها طرح خطة جدولة انسحاب قوات الاحتلال التي قدمت للأمم المتحدة في عام 2004، لاحظوا هي خطة مقدمة من 2004 وتحديدا في شهر شباط، أوضح فيها الأسس التي ينبغي مراعاتها في أي عملية حوار وطني حقيقي. يعني هذا الحوار الآن مؤتمر الوفاق هو حوار وطني غير حقيقي، لأن يراد منه هدف ما، وهو جر رجل القوى المناهضة للاحتلال لدخول العملية السياسية، أو على الأقل الحصول منها على نوع من اللين والتساهل فيما يتعلق بالمقاومة، دعم المقاومة العراقية، وكلا الهدفين لم يتحققا والحمد لله. الأسس التي يمكن أن يبنى عليها حل الأزمة في العراق، هذا كان المحور الرئيس في كلمة الأمين العام للهيئة، وهي أولا تحديد جدول زمني مكفول دوليا لانسحاب قوات الاحتلال التي هي أصل المشكلة، ثانيا التأكيد على أن المقاومة حق مشروع والإرهاب بكل أشكاله جريمة مرفوضة، ثالثا العمل على إعادة الجيش العراقي بعد إقصاء العناصر المسيئة منه وحل الميليشيات المسلحة، وهذا أيضا يفند فرية أخرى في موضوع علاقة الهيئة بالجيش والأجهزة الأمنية وأنها أصدرت فتوى بحرمة الدخول لها، وهذا كله من قبيل للأسف الأكاذيب التي روجتها أطراف سياسية سنية في ذلك الوقت لأهدافها الخاصة. رابعا حل الإشكالات المترتبة على وجود الاحتلال وخاصة قضايا المعتقلين بغير حق في سجون الاحتلال والحكومة. خامسا تشكيل لجان محايدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها عناصر الأجهزة العسكرية والأمنية، وقد حظيت هذه الكلمة باهتمام الحاضرين وكان صداها في وسائل الإعلام كبيرا، نقلت طبعا بشكل مباشر وقائع المؤتمر على القنوات الفضائية، كانت مباشر في الجزيرة وعلى العربية وعلى القنوات أخرى. واتفقنا في نهاية الاجتماع بعد جلستين مفاوضات مع القوى الأخرى في موضوع الجدولة وإعادة النظر في كثير من المواضيع. أبرز التوصيات جرت بعد جلستين للصياغة، طبعا حدثت مناوشات وكلمات وردود قوية في أثناء المؤتمر،
ومن أبرز هذه الردود والكلمات ما أثارته كلمة في وقتها نور المالكي ذات البعد الطائفي الاستفزازي الحاد جدا حتى لبعض المشاركين في العملية السياسية، وقد ردت عليها أطراف عديدة في المؤتمر. ثم حصلت مناوشات أخرى بين بعض الأطراف التي كانت تريد تحقيق أهداف المؤتمر الأمريكية، لما حست بأن هناك وجهة نظر واضحة وصريحة وقوية وتعاطف عربي من الدبلوماسيين الحاضرين مع وجهة نظر القوى المناهضة للاحتلال، بدأت بالمشاغبة. المهم، عقدت الجلسة الأولى لصياغة التوصيات والبيان الختامي، وقد أريد لهذه الجلسة أن تكون ذات بعد واحد، ذلك باستبعاد كل أطراف القوى المناهضة للاحتلال ومحاولة حضور الأمين العام لهيئة علماء المسلمين فقط الشيخ حاتم الضاري رحمه الله. وقد أفشلنا هذا المخطط بأن اقتحمنا قاعة الصياغة أنا والدكتور محمد بشار الفيضي وآخرين، وأجبرناهم على موازنة العدد إلى حد ما. عندما دخلنا اكتشفنا بأن هناك محاولة لتكثير الأصوات، لا ليس هناك تصويت، ولكن عندما يكون الجالسين على الطاولة في غالبهم من أطراف العملية السياسية وجهة نظرهم ستغلب، والجامعة العربية في ذلك الوقت كانت تريد إنهاء الأمور بأي طريقة ممكنة في الإطار العام المرسوم للمؤتمر. للأسف، أقولها بكل صراحة، للأسف ما كانت بغض النظر عن النيات، ولكن كوقائع هذا الذي كان يجري. وأيضا كان أداء بعض الأطراف المحسوبة على الجهات المتضررة في العراق موقفها كان سلبيا، إذ كانت تنحو منحى العملية السياسية وإبقاء بكل الصور الممكنة، وأيضا هي متأثرة إلى حد كبير بدعوى الإرهاب ومحاولة التملص منها. المهم، بعد جدل طويل خرجنا بتوصيات نعتقد أنها كانت في وقتها يعني أفضل ما يمكن الحصول عليه، ومنها الاعتراف بالمقاومة والتفريق بينها وبين الإرهاب، وإعادة النظر في كثير من الموضوعات، وأيضا طرح موضوع الجدولة بشكل واضح وصريح، والتأكيد على أيضا تعديل النقاط المختلف عليها في الدستور. طبعا هذا ما كان طموحنا، هذه الجزئية كان طموحنا أكبر من هذا، لأن عندنا موقف إحنا مبدئي من الدستور، وهذا تحقق إن شاء الله تحقق بعد ذلك في المؤتمر الثاني بعد أشهر، وسيأتي بعد قليل ذكره. المهم، قبل أن يجف حبر هذه التوصيات نقضت في العراق من قبل الحكومة في وقتها، ولم يطبق أي حرف منها. يعني خرجنا من قاعة المؤتمر وإذا الصحفيين خارج القاعة يقولون ماذا حصل؟ سألناهم ليش؟ قالوا لأنه الآن مسعود البرزاني وعبد العزيز الحكيم صرح من أربيل وبغداد بأنه هذه التوصيات لا تساوي الحبر الذي كتب فيها. لماذا صرح بذلك؟ هذا دليل على أنهم لم يحصلوا على ما كانوا يريدون. كانوا يتوقعون إدانة تامة للمقاومة باسم الإرهاب، دعوة للمشاركة في العملية السياسية، عدم الحديث عن جدولة الانسحاب، وهذه كلها حصلت بخلاف ما كانوا يريدون. ومع ذلك، رغم هذا يعني الهجوم على المؤتمر وعلى نتائج المؤتمر أو توصيات المؤتمر، تم التحضير لاجتماع اللجنة التحضيرية. اللجنة التحضيرية هي لجنة اتفق على تشكيلها من ضمن توصيات المؤتمر، وأن هذه اللجنة التحضيرية ممثلة وممثلين من كل قوة يحضرون بعد ذلك بأشهر في القاهرة للتحضير لمؤتمر أكبر، وكان هناك صراع على هذا المؤتمر الكبير، أيضا كانوا يريدون أن يعقد في بغداد وكنا نرفض ذلك. اتفق على أن يعقد اجتماع اللجنة التحضيرية في تموز من عام 2006 للوقوف على إمكانية عقد المؤتمر. التزمنا بخلاف الآخرين. عندما حدثت أحداث سامراء في عام 2006 قلنا بأن الموضوع انتهى، وأنه لا ضرورة لهكذا مؤتمر الآن ولا لجنة تحضيرية، وأن ما حدث يستدعي إعادة النظر في مجمل الأمور، وأن الجامعة العربية ومن وراءها سيتركون هذا الموضوع. بعد أن هدأت الأمور قليلا، وإذا بالجامعة العربية تعاود مفاتحة الأطراف بالمشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية. هنا حقيقة كان قرار أولي من الهيئة بعدم المشاركة،
لأنه لم تنفذ التوصيات أو توصيات المؤتمر الأول، وبدأت الاتصالات، بدأت القوى الوطنية تتصل، منها من هو مؤيد لهذا الرأي الأولي، ومنها من هو معارض ويقول نحن حضرنا في المؤتمر الأول نحضر في الثاني لإثبات وجودنا، وأيضا لبيان إخلال الطرف الحكومي بعدم تنفيذ التوصيات، وجرى نقاش. في هذه الأثناء اجتمع المؤتمر التأسيسي في وقتها لبحث الموضوع، ولا سيما وهذه حقائق تاريخية أن بعض أعضاء المؤتمر التأسيسي اعترضوا على المؤتمر الأول، ومنهم من كتب ناقدا لمشاركة الهيئة وأعضاء آخرين المؤتمر التأسيسي فيه، وعده من قبيل نجاح المخططات الأمريكية في جرج القوى المناهضة للاحتلال. لما تبينت نتيجة المؤتمر الأول والصدى الإعلامي كان جيد وردة الفعل الوطنية كانت كبيرة والانتشار الكبير للقضية العراقية، كثير من الشعوب العربية عاطفيا كانت متعاطفة معنا، ولكن ما كانوا يعرفون كثير من تفاصيل ماذا يجري في العراق، بل بعضهم في ذلك الوقت كان يلوم القوى المناهضة للاحتلال على عدم التساهل والمشاركة في العملية السياسية. ولكن تغطيات لمدة يومين ونقل مباشر ووسائل الإعلام في ذلك الوقت فرغت نفسها، جعلت المشاهد العربي مجبرا على معرفة بعض تفاصيل القضية العراقية. المؤتمر التأسيسي بعد أن ناقش هذا الموضوع قرر هنا المشاركة في المؤتمر الثاني، مؤتمر لجنة التحضيرية، بل إحدى الشخصيات الوطنية التي لم تشارك في المؤتمر الأول، مؤتمر 2005، واعترضت عليه وكتبت ناقدة، شاركت هذه المرة فيه بعد أن استيقنت بأن المشاركة الأولى كانت إيجابية. عقدت هذه اللجنة أو عقد هذا المؤتمر الثاني، بعضهم يسميه مؤتمر ثاني، بعضهم يقول لا اجتماع اللجنة التحضيرية، ولكن وجهت الجامعة العربية دعوة إلى هيئة علماء المسلمين والمؤتمر الوطني للمشاركة في المؤتمر، تاريخ 22/6. الهيئة بعد دراسة الموضوع والتشاور مع المؤتمر التأسيسي أصدرت تصريحا صحفيا قالت فيه: ناقشت الأمانة العامة في الهيئة موضوع الدعوة وانتهت إلى موقف عبر عنه السيد الأمين العام للهيئة في رسالة بعثها إلى السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى بتاريخ كذا، وهذا نصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الرسالة نشرت في وقتها هي والتصريح لإثبات كل الوثائق أو لنشر كل الوثائق المتعلقة بهذا المؤتمر. تلقينا باعتزاز دعوتكم الكريمة لحضور مؤتمر الوفاق العراقي إكمال المبادرة العربية في مؤتمر القاهرة، وفي الوقت الذي نثمن اهتمامكم بالشأن العراقي وحرصكم المعهود على حل الأزمات العربية عامة والأزمة العراقية خاصة، نؤكد لكم حرصنا كذلك على إنجاح أي مبادرة عربية تفضي من خلالكم بين شارحتين من خلالكم إلى ما فيه الصالح بلدنا وأمتينا العربية والإسلامية. بيد أن تجربتنا السابقة في مؤتمر القاهرة أكدت لنا أن الأطراف الأخرى المشاركة في المؤتمر لم تكن جادة في الوصول إلى أي وفاق، فقد تنصلوا من بيان هذا المؤتمر على الرغم من أنهم أبدوا حينها الموافقة عليه، تنصلوا منه قولا بعد ساعات من انفضاضه وفعلا خلال الأشهر السابقة. من هنا ومن أجل أن نضمن نجاح مبادرتكم لما فيه صالح العراق والعراقيين وعدم استغلاله من أصحاب المآرب الضيقة للحصول على مكاسب تصب في مصالحهم الخاصة، فإننا نحيطكم علما بأن ثمة أمورا قد حصلت، ومنها نقض هذه الجهات لتوصيات مؤتمر القاهرة عمليا من خلال الأحداث العنف الطائفية بعد حادثة سامراء، التي هي أعنف الأعمال الطائفية منذ احتلال العراق قبل 3 سنوات. ومع ذلك نقول حتى يمكن المشاركة في هذا المؤتمر فلا بد من الالتزام بالأسس الآتية: أولا، تنفيذ توصيات مؤتمر القاهرة وفي مقدمتها الاعتراف بحق الشعب العراقي في مقاومة الاحتلال والمطالبة بجدولة انسحاب هذه القوات. ثانيا، الإيقاف الفوري للمداهمات والاعتقالات
وإطلاق سراح المعتقلين في سجون الاحتلال وفي سجون الحكومة. ثالثا، قصر المشاركة العراقية في المؤتمر على ممثلي القوى السياسية والدينية والعشائرية والاجتماعية والشخصيات الوطنية بعيدا عن التمثيل الرسمي، يعني تأتي كقوى سياسية مو تأتي كبصفة الحكومية. رابعا، أن لا يعد هذا المؤتمر جزءا من العملية السياسية الجارية في العراق ولا يتخذ سبيلا لإطفاء الشرعية عليها. خامسا، أن تضمن الجهات المشرفة على مؤتمر الوفاق تطبيق المقررات وإنفاذها في حال اتفاق جميع الأطراف عليها. سادسا، عقد المؤتمر خارج العراق لإبعاده عن تأثيرات قوى الاحتلال ولعدم توفر الظروف الأمنية المناسبة للمشاركة فيه. وأخيرا، نسجل لشخصكم الكريم اعتزازنا وتقديرنا لما بذلتموه من جهود مخلصة في سبيل نصرة العراق وأهله. نسأل الله سبحانه لكم التوفيق وبارك فيكم وسدد خطاكم. يعني لاحظوا، نشجع حتى مثل ما يقول بالتعبير العامي، نشجع حتى الجنازة من أجلنا. المهم، وهكذا عقد اجتماع اللجنة التحضيرية في القاهرة بتاريخ 23/7/2006 بعد تعهد الجامعة بالأسس الستة المتقدمة الذكر، وكان لقاء مختصرا لم تسلط عليه الأضواء وأهمل إعلاميا، مع أنه كان هو زبدة المؤتمر الأول. المؤتمر الأول في القاعة الرئيسية في الجامعة العربية، الحضور كبير، تغطية إعلامية، بينما هذا كان في قاعة على طاولة مستديرة لأن العدد أقل، ولكن صحيفة صحيفتين قناتين فقط خبر انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية بدون أن تذكر التوصيات والنتائج. وإلى الآن يسوي عملية بحث في أي محرك بحث على الإنترنت لن يجد إلا النزر اليسير من المؤتمر الثاني، يجد المعلومات أغلب عن المؤتمر الأول. السبب واضح، طبعا حضر المؤتمر وفد من الهيئة ضم الدكتور محمد بشار الفيضي وأنا، ومن القوى المناهضة للاحتلال في إطار المؤتمر التأسيسي كان معنا الدكتور عبد الكريم هاني والشيخ علي الجبوري من المؤتمر التأسيسي من المدرسة الخالصية. أربعة فقط كنا نمثل القوى المناهضة للاحتلال، وكانت هناك شخصيات أخرى مستقلة، مؤسسات مجتمع مدني غيره، بل بعض الشخصيات حتى في العملية السياسية اللي أمكن التنسيق معها للحصول على مواقف تؤيد وجهة نظرنا. وقد عقد اجتماع أول وصولنا إلى القاهرة في الفندق، اجتماع في غرفة وفد الهيئة للتنسيق في كيفية مواجهة الأطراف الأخرى في المؤتمر، كيفية طرح وجهة نظرنا، آلية واستراتيجية الدفاع عما توصلنا إليه في المؤتمر الأول. والأمانة حضرت بعض الأطراف حتى غير المقتنعة بالتوجه العام، وقسم منها مشارك في العملية السياسية، ولكنها أحست بأن موقف القوى هو الرافض الاحتلال هو الموقف القوي في تلك اللحظة، وساهمت معنا حتى في النقاش والجدل، بل بعضهم التزم بالعبارة التي اخترناها فيما يتعلق بموضوع الدستور. لماذا؟ طبعا هذا الكلام قد يستغرب البعض، أقول هو مستغرب مبدئيا، ولكن عمليا كان الظروف ما حصل بعد سامراء في 2006 تشجع على هذا الأمر. الاستقطاب الطائفي الواضح الذي حصل في وقتها جعل بعض الأطراف السياسية تتصرف تصرفات فردية لما رأت هذا الأمر أولا، ولما رأت أن موقف القوى المناهضة للاحتلال كان قويا في المؤتمر الثاني، ولا سيما بعد النقاش والجدل الكبير الذي جرى بين وفد القوى المناهضة للاحتلال وبعض الشخصيات التي تكلمت بأسلوب طائفي واضح وصريح أحرج حتى المنظمين للمؤتمر. حصلت في اللقاء كما قلت حالة من التنسيق والتعاون المثمر بين ممثلي القوى المناهضة للاحتلال، وأسفرت النقاشات عن التوصل إلى نقاط عدة، لعل من أهمها التأكيد على توصيات المؤتمر السابق وعلى رأسها موضوع جدولة الانسحاب، فضلا عن الاتفاق على إعادة النظر في الدستور كاملا. هذه النقطة الجوهرية التي يعني كانت انتقالة عن مقررات المؤتمر الأول، وهنا حصل الخلاف والنقاش والجدل الذي تحدثت عنه قبل قليل. فقد كانت العبارة المقترحة هي إعادة النظر
في النقاط الخلافية في الدستور. احنا طرحنا إعادة النظر في الدستور كاملا، طبعا طرحنا رفض الدستور ولكن بالصياغات إعادة النظر في الدستور كاملا كقناعة مبدئية، مبدأنا معانا احنا رافضين العملية السياسية والدستور كاملا، ولكن هذا المؤتمر يراد منه تسجيل مواقف، فمستصحبين معنا هذا الموقف المبدئي، ولكن مثل ما يقول خلينا معاهم إلى آخر خطوة لتثبيت حقنا وواقعنا وجهدنا في هذا المجال. اللي صار أنه لما حصل الخلاف على هذه النقطة أحد الأطراف انسحب احتجاجا، وطرف آخر بدأ يعني يرفع بالصوت من أجل أسلوب من أساليب يعرفها بعض الإخوة في المؤتمرات، رفع الصوت ومحاولة التحشيد وسحب البساط من الطرف الآخر. هنا تحدثنا بكل وضوح وصراحة وقلنا بأنه آخر وفد يخرج من القاعة هو وفد الهيئة، وأننا سأبقى فيه إلى آخر المؤتمر إلى أن نحقق ما نريد. أحد المنسحبين ذهبت جهود الجامعة العربية وتحدثوا معه، وأذكر إلى الآن أن السيد عمرو موسى أرسل ورقة بيد أحد مساعديه وجي جلس خلفنا، ماذا تريدون؟ الأستاذ عمرو موسى يقول اكتبوا عبارتكم حتى نقرأ. بعد قليل جاء الأستاذ مختار لماني معروف مبعوث الجامعة العربية الأول للعراق، رجل كان متعاونا جدا في هذا الموضوع وأيد الموقف وقال هذه عبارتكم تمسكوا بها لا تحيدوا عنها. جاء ممثل جبهة التوافق يسأل لماذا أنتم متمسكون بهذه العبارة؟ ممكن يكون عبارة تحقق هدفكم لكن بطريقة أخرى. قالوا لا احنا متمسكين لهذا السبب، هذا المؤتمر راح يكون حبر على ورق أيضا لن ينفذ. لو كان مؤتمر حقيقي للوصول إلى حلول وسطية لإنهاء المشكلة ممكن في ذلك الوقت، أما المؤتمر واضح من الطريقة والتنظيم وعدم الاهتمام أنه من باب يعني البرب القسم كما يقولون، رفع العتب تحصيل الحاصل وما إلى ذلك. فإذا لابد تكون المواقف مبدئية. اقتنع الرجل قال اكتبوا لي العبارة اللي تريدونها، فكتبنا له العبارة. طرف الكردي كانوا منقسمين، طرف مؤيد لهذا التوجه طرف غير مؤيد. المهم بالمحصلة أقنعنا الغالبية على العبارة التي نريد، وعطيت العبارة لإدارة الجلسة. أحد اللي خرجوا من الوفد ما يسمى بالائتلاف في وقته ذهب لواحد موظفي الجامعة العربية واحد إحدى الشخصيات المستقلة العراقية الحاضرة وقال له يبدو أن الجماعة لديهم قدرة على المطاولة أكثر منكم، يقصد وفدنا وفد القوى المناهضة للاحتلال، وأنهم ما داموا قد صرحوا بأنهم لن ينسحبوا فالكرة ستكون في ملعبكم، فاتصل ببغداد واحصل منها على تنازل ما ومرروا الموضوع بأي طريقة. وهذا ما حصل، تمت الموافقة على العبارة التي طرحناها وموجودة في توصيات المؤتمر الثاني، إعادة النظر في الدستور كاملا بدون تفصيل نقاط خلافية أو غير خلافية. المهم تم هذا الأمر بعد جهد جهيد وخلاف كبير وصراع مع أقطاب المروجين لمشروع الاحتلال وعمليته السياسية، انتهى أخيرا إلى إقرار نص العبارة التي طالبت بها القوى المناهضة للاحتلال وأصرت على وضعها في النص الأخير. وهنا لابد أن نتوقف عند بعض النقاط لزيادة إيضاح خلفيات والظروف المحيطة بمؤتمري القاهرة، منها أن مؤتمر الوفاق في القاهرة ليس من إفرازات الاحتلال أو العملية السياسية، والدليل على ذلك أنه تم بتدخل جهة خارجية معتبرة عند الجميع وهي الجامعة العربية، وهذا ما نؤكد عليه في الحل الذي نقترحه بضرورة تدخل جهات خارجية وأن لا تترك الساحة للمحتل والمتعاونين معه، فهو تحقيق لجزء من المشروع الذي نطرحه لإنهاء الاحتلال بغض النظر عن مدى فاعلية هذا الطرف المتدخل أو عدم فاعليته. دائما في الحلول التي تطرحها الهيئة والقوى المناهضة للاحتلال نتحدث عن الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، لا عن قناعة بقدرة هؤلاء على تجاوز الإرادات والضغوط الأمريكية، ولكن هذه المؤسسات المتاحة فالخطاب نريد أن يصل من خلالها، وإلا القناعة بأنه لا توجد إلا إرادتان، إرادة الاحتلال وإرادة المقاومة اللي كانت تمثلها القوى المناهضة
للاحتلال. لم ينتج عن مؤتمر القاهرة اعتراف العملية السياسية، بل حصل العكس، وهذا الدليل على أنهم لم ينفذوا التوصيات. وخطاب الهيئة الذي ألقاه الأمين العام كان وثيقة تاريخية في هذا المقام، وبمناسبة طبع في كتيب من سنوات ووزع. أكد فيه الأمين العام على بطلان العملية السياسية والاعتراف بالمقاومة وجدولة الانسحاب. من الأدلة على ذلك أيضا نقض أطراف العملية السياسية توصيات المؤتمر لعدم تحقيقه ما كانوا يصبون إليه. لم تعترضوا، هذه نقطة مهمة، الأطراف والجهات والقوى المناهضة للاحتلال وفي مقدمتها المقاومة على مشاركة الهيئة أو المؤتمر التأسيسي في المؤتمر. كما قلت، تحفظ واعتراض من بعض الشخصيات ثم زال وشاركوا في المؤتمر الثاني، بل أبدأ بعضهم الموافقة على المشاركة إن كانت هناك إمكانية لحضور المقاومة المسلحة أو ممثلي المقاومة المسلحة. وهنا لا أكشف سرا، لأنه قد تم الحديث عن هذا الموضوع في أظن في لقاء سابق هنا، أنه كنت في زيارة القاهرة للتحضير للمؤتمر، وجلسنا مع أمين عام جامعة الدول العربية واللجنة المختصة بالملف العراقي، وجرى حديث عن أهداف المؤتمر، فأبلغتهم بأن الهيئة تقول بأنه لا جدوى من المؤتمر إذا لم تحضره المقاومة، أو على الأقل من يمثل وجهة نظر المقاومة. وقد وافقت الجامعة العربية على دعوة فصائل المقاومة، وعدت إلى بغداد مسرعا وعرضت الأمر على مجلس شورى الهيئة، وكلفوني في وقتها بمفاتحة بعض أطراف المقاومة عن طريق وسطاء. وفعلا تم إرسال رسائل شفوية، وتم عقد لقاء حسب ما بلغني لأطراف من هذه المقاومة وفصائل معروفة، وتناقشوا الموضوع ثم اتفقوا على المشاركة. فعدت إلى القاهرة وبحثنا حتى الإجراءات التنفيذية، كيفية الدخول إلى القاهرة، هل بأسمائهم الصريحة، بأسماء أخرى، تأمين دخولهم أمنيا، خروجهم، كيفية حضورهم جلسات المؤتمر، يحضرون الجلسة الرئيسة لو يحضرون بغرفة ثانية، وما إلى ذلك. تم الاتفاق على كل شيء، وعدت أيضا مرة ثانية إلى بغداد، وهنا للأسف يعني فوجئت بتراجع بعض أطراف المقاومة عن الحضور، بعضهم لأسباب أمنية وبعضهم لأسباب أخرى. فتولت الهيئة مسؤولية إيصال صوت المقاومة إلى مؤتمر القاهرة. وهنا أقول كانت فرصة تاريخية مهمة جدا في ذلك الوقت، في أيام زهو وعلو المقاومة وانتصاراتها، أن تخرج للمجتمع الدولي من خلال مؤتمر كمؤتمر القاهرة وتتحدث. ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، ولعل في ذلك خيرا. بعد هذين المؤتمرين بقيت الهيئة ملتزمة بتوصياتهما وإلى الآن، لأنهما وثيقة تاريخية تثبت جدية الهيئة والقوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية في الوصول إلى حلول ونقاط مشتركة من أجل إنهاء المأساة في العراق، فضلا عن أننا حققنا إنجازين وهما الاعتراف بالمقاومة زائدا إعادة النظر في الدستور. إلى الآن كل جهة سياسية نلتقي مع كل دولة عندما يقولون ما هي وجهة نظركم، نطرحها بشكل عام ونقول وأساس الانطلاق هي توصيات مؤتمري القاهرة، ونفاجأ أن بعض الدول ليس لديها أي تفاصيل أو وثائق أو علم عن هذا الموضوع. نعطيهم الوثائق مرة ثانية، وإلى الآن نازلنا نعطيهم هذه الوثائق. أمثلة سريعة، تاريخ 11/6/2006 اتصل السيد فاضل أبو رغيف المخول من وزارة الدولة والحوار الوطني في وقتها، حسب التوقيع على الرسالة اللي أتى بها، بمكتب الهيئة في عمان عن طريق بعض الشخصيات العراقية المقيمة في الأردن، وطلب لقاء فضيلة الأمين العام لإيصال رسالة من المالكي. طبعا هذا معلومات منشورة سابقا في تصريح صحفي مطول للهيئة. وقد اعتذر فضيلته عن اللقاء، وكان جوابه كالآتي: بيننا وبينكم ما تم الاتفاق عليه في مؤتمري القاهرة، فمتى ما نفذتم ما فيهما يمكن لنا أن نلتقي. في شهر 10/2006 حضر إلى عمان الوزير محمد علاوي وزير الاتصالات في حكومة المالكي، وطلب اللقاء بفضيلة الأمين العام للهيئة لغرض إيصال رسالة خاصة من المالكي. وعقد اللقاء في وقتها، وكان جواب فضيلة الأمين العام عن طلب الوزير: ارجعوا إلى ما اتفقنا عليه في مؤتمري القاهرة في 2005 و2006،
وخاصة الثاني منهما وهو اجتماع اللجنة التحضيرية في مقر الجامعة العربية الذي تضمن في مقرراته عدة بنود من أهمها إعادة النظر في الدستور كاملا، فلتنفذ هذين الاتفاقين وبعد التنفيذ يكون خيرا. في أواخر عام 2006 طلب السيد فاضل الشارع أحد مستشاري المالكي اللقاء بفضيلة الأمين الإيصال رغبة حكومة المالكي للقاء بالهيئة، وكان الجواب في النصف الأول من عام 2007 اتصلت الجامعة العربية بالهيئة مبلغة إياها بأن هناك رغبة من حكومة المالكي بلقاء الهيئة، وأن أحد أعضاء الوفد المرافق للمالكي الذي كان في زيارة لمقر الجامعة العربية قد أبلغ الرغبة هذه الرغبة للجامعة بعلم أمين عام الجامعة السيد عمر موسى. طبعا وهذه أبلغت لي، كنت في زيارة للجامعة العربية وأبلغوني بهذا الأمر، فأبلغت الأمانة العامة، وقد أجابت الأمانة العامة على هذا الطلب بالجواب نفسي الذي أجيب عنه على الطلب السابق، نفذوا اتفاق القاهرة. في النصف الأول من عام 2008 اتصل السيد أمين البكاء المقيم في سوريا بأحد معارف الأمين العام طالبا منه إيصال رغبة من وصفه بمدير مكتب المالكي باللقاء مع الهيئة، وناقلا عن المالكي، لاحظوا أخواني أساليبهم، إن جبهة التوافق فشلت في تمثيل السنة، وإن هيئة علماء المسلمين وحارث الضاري هما خير من يمثلهم، ولذا نرغب بلقائه وإرسال وفد إليه إذا وافق على ذلك، ومستعدون لرفع مذكرة الاعتقال. وأجاب فضيلة الأمير العام قائلا إن خلافنا مع جبهة التوافق لم يكن خلافا شخصيا أو مصلحيا على المناصب أو غيرها، وإنما خلافنا معهم على مشاركتهم لكم في العملية السياسية وإعطائكم الشرعية، وعدم تمثيلهم لمن ادعوا تمثيلهم بالشكل المناسب، وعليه فإذا أردتم مصالحة وطنية حقيقية فعليكم تطبيق ما اتفقنا عليه في مؤتمر القاهرة 2005-2006، وعندها يكون لكل حادث حديث. فانقطعوا بعد ذلك. وبهذا ننتهي من مؤتمر القاهرة، ننتقل إلى مؤتمر مكة. ما يقال عن مؤتمر القاهرة ينسحب على مؤتمر مكة أيضا، فهو قد انعقد بتدخل من منظمة المؤتمر الإسلامي أو التعاون الإسلامي الآن، وهي إحدى الجهات التي طالما نادت الهيئة بضرورة تدخلها في الموضوع العراقي وعدم ترك الساحة الاحتلال وحده، وينسحب عليها أيضا ما ينسحب على الجامعة العربية من حيث القدرة والدور المأمول وغير ذلك. وقد كانت طبيعة هذا المؤتمر أنه مؤتمر ديني، اجتماع للمرجعيات، وإن كان فيه بعد سياسي لا يخفى، ولكنه في إطار ضيق ويعالج موضوع المصالحة فحسب، ومن هنا حضرته أطراف دينية بحتة في الغالب. ومن غير المعقول أن تدعى الهيئة إلى مؤتمر ديني يدعو إلى المصالحة بين الأطراف العراقية أو الأطياف وليس مع الحكومة، مع التسليم بعدم جدوى ولا تحضره، منطقيا لا يمكن. مؤتمر ديني مرجعيات ماكو تمثيل حكومي حديث عن مصالحة، فلا يمكن للهيئة أن لا تحضره، لأنه حين ذاك إذا غابت الهيئة سيقال بأن الهيئة ببساطة، وهذا قيل كثيرا، أن الهيئة والقوى المناهضة للاحتلال لا تريد المصالحة، فحضرته الهيئة ولكن وفق ضوابط. وسبب الحضور هو أنها إذا لم تحضر ستحمل حينئذ مسؤولية عدم نجاحي، ويترتب على ذلك تصديق الدعاية الحكومية القائلة بأن سبب عدم نجاح المؤتمر وفشل المصالحة ومعارضة الهيئة، لا عدم جدية الحكومة وسعيها إلى جعلها مصالحة حكومية قاصرة على الداخلين في العملية السياسية، وهذا هدف كانت الحكومة تسعى له بكل قوة، المطروح مصالحة وطنية ولكن الواقع مصالحة حكومية مفروضة من الأعلى. المهم لم تكن الحكومة في ذلك الوقت متشجعة على حضور المؤتمر، لأنها أولا تعرف أن المؤتمر ما راح يحقق الأهداف التي تريد، والثانية المؤتمر ديني وليس سياسي، وإذا كان مؤتمر دينيا راح تكون الهيئة ومن يحضر من المرجعات الدينية المناهضة للاحتلال هي التي ستكسب الجولة، لأن راح يكون ظهورها واضح وكبير. والدليل هو التمثيل الديني الضعيف من قبل الأطراف الدينية الداعمة للقوى السياسية، لم تحضر المرجعيات، كان اتفاق أنه تحضر مرجعيات مو يحضر ممثلين أو وكلاءنا، ولم يتم الالتزام بذلك. المهم لم يحضر الأمين العام للهيئة المؤتمر على الرغم من وجوده في مكة أثناء انعقاده، وذلك بسبب عدم حضور المراجع الدينية له.
وهذا دليل على تعامل الهيئة الحذر والمحسوب مع هكذا مؤتمرات وسعيها الدؤوب للتعريف بالقضية العراقية بدون إعطاء الاحتلال والحكومات المشكلة في ظله أي فرصة للنفاذ باتجاه القوى المنايضة للاحتلال أو التوهين منها. ومثل الهيئة في ذلك الوقت الشيخ الدكتور محمد بشار الفيضي والشيخ الدكتور إبراهيم الحسان. وقد بالغت منظمة التعاون أو المؤتمر الإسلامي في وقتها بنتائج المؤتمر، وبقي أمين عام المنظمة أكمل إحسان الدين أغلو سنوات يتحدث عن نجاح منظمة المؤتمر الإسلامي في أنهاء العنف ووقف سيل الدماء بعد مأساة سامراء في العراق. والمؤتمر عقد بعد 4 أو 8 أشهر، سامراء كانت في شباط والمؤتمر عقد في شهر 10، يعني بعد أن توقف سفك الدماء وبعد أن شبعت الميليشيات من دماء العراقيين وبعد أن هدمت المساجد وقتل الأئمة والخطباء وحرقت المصاحف وكل هذه طبعا هدت بعد 8 أشهر. يقول بأن مؤتمر مكة هو الذي عامل على إخماد الفتنة الطائفية في العراق، ويعد ذلك نجاحا شخصيا له وللمنظمة. واقع الحال يقول غير ذلك، والدليل هو عدم قدرتهم على جمع المراجع الدينية أو عدم حضور المراجع الدينية لهذا المؤتمر. على العموم الوثيقة موجودة على الموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون الإسلامي الآن، وفيها كل البنود المذكورة، وفي غالبها لا تخرج عما تم الاتفاق عليه في توصيات مؤتمري القاهرة الأول والثاني. المهم، هذه خلاصة لجهود سياسية كانت تبذل في ذلك الوقت، قسم منها جهود سياسية مخلصة وصادقة لأطراف غير ملمة بالموضوع العراقي إلماما كافيا، وأطراف لا كانت عارفة ماذا تريد وماذا تقصد. كانت هناك محاولة من مؤتمري القاهرة الأول والثاني لتمييع جبهة الرفض والمقاومة والممانعة والتصدي للاحتلال من خلال خلق شيء ما فاصل شرخ بين قوى المقاومة والقوى السياسية المناهضة للاحتلال، والحمد لله هذا لم يحصل بسبب التزام القوى المناهضة للاحتلال بالخطاب العام والخط العام لحالة المقاومة في العراق في وقتها. أما مؤتمر مكة فكان دليل على أن الهيئة وغير الهيئة، يعني في ذلك الوقت أيضا كانت مشاركة لمرجعيات دينية أخرى ولشخصيات دينية معروفة، ومنها أستاذنا الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي، كان دليلا من الهيئة ومن الشيخ عبد الملك السعدي ومن آخرين على أن الهيئات العلمية الدينية الإسلامية لا تتوانى عن أي جهد يمكن أن يحقن الدماء في العراق، يمكن أن يحقق المصالحة الحقيقية للمصالحة الموهومة. وهذا أيضا يؤكد الفتاوى الأولى التي صدرت في العراق للوقوف بوجه هكذا حالات، وهي فتاوى مشتركة وقعت عليها شخصيات وجهات دينية عراقية بمختلف الأطياف والمذاهب. ولكن حالة الاحتقان الطائفي، بل حالة الفرز الطائفي والعرقي التي مارسها الاحتلال ومن جاء معه، أسهمت للأسف في عدم تكرر هذه المشاهد وهذه الفتاوى بالصورة والوتيرة نفسها التي كانت في أوائل أيام الاحتلال. إذن هذا جانب من جوانب الرحلة التاريخية لهيئة علماء المسلمين والقوى المناهضة للاحتلال في السنوات الأولى من الاحتلال وجهودها السياسية في الدفاع عن العراق والعراقيين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة الأمين العام على هذا العرض الموجز الذي يمثل الجهود السياسية في مسيرة هيئة علماء المسلمين. والآن نفتح باب الأسئلة فقط إن كانت هناك أسئلة. شكرا جزيلا فضيلة الأمين العام على هذا الشرح الموجز. حقيقة الأمر أكدت الأيام صدق منهج الهيئة وفاعلية ما ذهبت إليه طيلة السنوات الماضية. ما هي القناعة التي يعني لدى الهيئة اليوم في التعامل مع القوى الأخرى، سواء كان يعني بالمعسكر المناهض للاحتلال أو المعسكر المقابل؟ شكرا جزيلا. الله فيك.
طبعا كانت سياسة القوى المناهضة للاحتلال في ذلك الوقت كما قلت في المحاضرة مبنية على أسس تم الاتفاق عليها بين هذه القوى، وهناك يعني وثيقة مهمة هي وثيقة بيان أم القرى في 15/2/2005 التي نصت على 7 أسس للتعامل مع العملية السياسية ومن فيها: رفض الاحتلال، دعوة لجدولة الانسحاب، أن المصالحة تكون حقيقية، عدم الدخول في العملية السياسية وأمور أخرى. ثم تم التأكيد عليها في ميثاق المؤتمر التأسيس العراقي الوطني الذي أعلن في شهر 5/2005. أصبحت هذه قاعدة أساسية للتحرك السياسي، وكان التحرك مع جميع الأطراف واللقاء بالجميع على قاعدة هذه الثوابت وهذه الأسس، وأن الهيئة والقوى الوطنية مستعدة لمقابلة أي جهة تأتيها لسماع وجهة نظرها. ولذلك كان هناك نشاط كبير في هذا المجال، لقاء بقوى سياسية خارج وداخل العملية السياسية، اللي خارج العملية السياسية نذهب إليها وتأتينا، أما قوى العملية السياسية لا، إلا هي تأتينا لا نذهب إليها، فضلا عن بعثات الدبلوماسية وغيرها في العراق. فكان التعامل مفتوح مع الجميع، لأنه مرحلة تكون الجبهتين الواضحتين في ذلك الوقت كانت في طور البناء، وكنا نعبر عنها في الهيئة وعلى لسان أمين العام الراحل رحمه الله بأنه خيمة الاحتلال وخيمة القوى المناهضة للاحتلال. الآن للأسف الفرز أصبح واضح وصريح، وبدأنا نفقد، وأقولها بكل صراحة وألم، يعني بعض الأطراف السياسية المناهضة للاحتلال التي كانت معنا في الانطلاقة الأولى. لذلك من الطبيعي جدا أن تكون طبيعة التحرك في الأيام الأولى غير طبيعة التحرك الآن، وأن يكون الحذر في هذه المرحلة أكثر، لأن المرحلة الأولى كانت مفهومة، عمل واسع وعمل داخل العراق والشعب ينتظر منك الأشياء كثيرة، وخلنا أقول بصراحة وظهرك مسنود، موجود مقاومة، أي وأنت في مقرك وتستمع وتتحدث بكل صراحة وبكل وضوح. أما الآن المعركة واضحة وصريحة، أنت مستهدف ويراد اجتثاثك من تحت، مو بس من فوق الأرض كما قلنا، من تحت الأرض أيضا. فطبيعي الآن الحذر هو الطاغي على طبيعة العمل السياسي في هذه المرحلة. وأنا أقول من خلال هذا المنبر، من خلال هذا اللقاء المبارك، وأدعو جميع الأطراف التي تأثرت أو انخدعت أو غرر بها للدخول في العملية السياسية أو للاقتراب من العملية السياسية أو لترك خيار المقاومة إلى مراجعة نفسها، وهذه فرصة مناسبة الآن، وإن كان الواقع يقول غير ذلك، خاصة في عندما نرى أسماء من يدخلون إلى العملية السياسية الآن أو يحاولون الدخول إلى العملية السياسية، كأن هذه التجارب التي تحدثنا عنها لا تكفي، وكأننا نحتاج إلى عقود من التجارب حتى يعي هؤلاء بأنه لا جدوى مما يجري في العراق، ولكن هكذا هي الدنيا. مع الأسف. هذه الذكرى تمتاز لهيئة علماء المسلمين أنها حقيقة أوأدت أو أفشلت كل المؤامرات التي حيكت لإنتاج ضد نوعي في تأسيس أشياء حقيقة تدعم العملية السياسية من خلال سواء دعم دولي أو نظريات هاملتون أو الدعم الحكومي المفضي إلى تأسيس أشياء جديدة، والتي ذهبت حقيقة وذابت مع الوقت، وبقت هيئة علماء المسلمين في صمودها واستمرارها. هل سؤالي هنا، هل بالإمكان الآن أن البقاء على سقف ما اتفق عليه في جامعة الدول العربية في هذا التاريخ، أم أن هناك أطر أخرى جديدة يمكن التعامل معها في الأحداث السياسية العراقية، لا سيما بعد الأحداث التي جرت حاليا وبعد تدمير المناطق، وبعدما اليوم هناك حقيقة تواجد دولي كبير تماما في المنطقة، وهناك مشاريع كثيرة لا زالت قائمة سواء مشاريع تقسيمية وما إلى ذلك. فهل بقى أن الهيئة علماء المسلمين والقوى المناهضة للاحتلال تعتمد على ما اتفق عليه في جامعة الدول العربية في إنتاج الحوار القادم، أم أن هناك متغيرات أساسية؟ شكرا. بارك الله فيك، جزاكم الله. ومن هذا ومن ذاك، يعني التوصيات في ذلك الوقت حرصنا على أن تكون توصيات منطقية
واقعية قابلة للتطبيق، أن تكون عامة كاملة شاملة مضطردة، يعني كل هذه الضوابط كانت مراعاة في ذهننا في ذلك الوقت. لكن تطور الأحداث، منها من أصبح لا ما أصبح لا واقع له، ومنها ما هو ثابت إلى الآن. أستطيع أن أقول بصراحة غالب توصيات مؤتمري القاهرة ومؤتمر مكة حتى وإن كانت نظرية هي تصلح أساسا لأي حل شامل وكامل للقضية العراقية، مع ملاحظة أننا تجاوزنا مرحلة إعادة النظر في الدستور كاملا، مرحلة المطالبة بجدولة الانسحاب، مرحلة الاعتراف بالمقاومة العراقية، هذه أصبحت وقائع وحقائق. المقاومة مقاومة، وجهود القوى المناهضة للاحتلال وقبل جهود المقاومة أثبتت وأسهمت في إثبات هذا الأمر. وبالنسبة لموضوع جدولة الانسحاب وغيره، نحن نتحدث الآن عن عودة الاحتلال وعن الاحتلال المستمر، فلا حديث الآن عن جدولة، الجدولة كانت في البداية، أما الآن هناك احتلال واحتلال يجب أن يرحل بكل صوره وبكل أشكاله. وبعدين هناك متغير آخر، وهو أن الاحتلال أصبح احتلالين، الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني، فضلا عن قضايا أخرى. فمنها ما هو ثابت ويصلح بسبب مبدئيته وطريقة صياغته، ومنها ما تغير بسبب الظروف السياسية المتغيرة. ولكن كجواب مختصر، مرحلة العمل السياسي في 2005 و2006 كانت شيء والآن شيء. قبل كنت أنت يعني كفتك هي الرابعة هي الراجحة بفضل المقاومة، طبعا بفضل الله أولا ثم المقاومة. فحين ذاك عندما تعطي بعض المرونة بعض كذا أنت تكون من موقع قوة. الواقع مختلف الآن، لذلك في هكذا ظروف لابد من التمسك بالثوابت وبالمبادئ في أعلى سقوفها. أي تنازل بسيط راح يوقعنا في ما وقع فيه من تحدثنا عنهم قبل قليل. بارك الله فيك. في الختام نشكر فضيلة الأمين العام والحضور الكريم على هذا اللقاء، وإن شاء الله إلى لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.